ايه اكتر حاجه حلوه حصلت لك في 2015؟ اكتر حاجه حصلت لي هي اكتر حاجه انا بحبها انه لما جيت مصر حسيت نفسي في سوريا تقريبا الى حد ما. الطباع، الناس، الاماكن احيانا بتشدك لبلدك يعني، فمرتاحين الحمد لله. انا دلوقتي كان مخلوق في بلد اسمها مصر. لا عيب عليك. انت حلوه ازاي يعني؟ الحاجات الحلوه اللي اقدر افتكرها هي نجاح بنتي جنة في الشهاده الابتدائيه. ان الحمد لله بنتي خدت ثانويه عامه ودخلت جامعه. بنت اختي خدت ثانويه عامه. ابن اختي خد الاعداديه. بنت اختي الصغيره دخلت اولى ابتدائي الحمد لله. ان انا اتجوزت. تمام. البنت اللي انا بحبها بقى تقريبا 5 سنين وخلفت بنت زي القمر اسمها فريده وشغال في شركه دريك ستور والحمد لله دلوقتي اريا مانجر في الشركه. وان شاء الله في 2016 اكون مدير اقليمي يعني في القاهره الكبرى كلها ان شاء الله. الحفله اللي انا خدت فيها الدرع اول مره اخد درع في صالون الاستاذ سلوى علوان اهو. انا سبت صاحبتي. في 2015. احلى حاجه حصلت ان الزمالك خد بطوله الدوري والكاس وان شاء الله كل السنين. التفاف الناس حوالين مشروع شايفينه مشروع وطني ونزلهم بالكثافه دي علشان يحطوا فلوس في البنوك تحت بند حفر قناه السويس، دي كانت احلى حاجه حصلت. احلى حاجه حصلت في 2015 ان انا لسه عايش وما اتقبضش عليا ومش محبوس. الحمد لله خلصت. دي احلى حاجه؟ دي احلى حاجه انها خلصت طبعا طبعا. في زي 2015 ان احنا لسه الحمد لله عايشين كفايه قوي. الحمد لله. الحمد لله.